الرئاسية. في زيارته الأولى للمركز الامتحاني وفي أجواء لا يمكن مقارنتها مع الماضي، طلاب خلف أسوار الكمامات، إجراءات وقائية، أجهزة لقياس درجة حرارة الجسم بدلاً من أجهزة كشف الغش، مع بعض من المعوقات التي خلقتها جائحة كورونا. بحسب وزير التربية وتصريحه بأن الجائحة لا يمكن تخطيها، ولكن ثمة إجراءات وتسهيلات تربوية قد تساعد الطلبة في عبور مرحلة استثنائية من عمره الدراسي. هناك إجراءات طيبة كانت وتنسيق عالي مع وزارة التربية ووزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والداخلية الدفاع المدني في تهيئة المراكز الامتحانية بشكل جيد، تعقيمها وتعفيرها وتهيئة وسائل الوقاية الأخرى. الشيء المفرح أن هناك مواطنين أيضا أبدوا تعاونهم الكبير مع الطلبة ومع المراكز الامتحانية بتهيئة معقمات بمبادرة مجتمعية من لدى الكثير من المواطنين. نطمئن أبنائنا الطلبة إن شاء الله نجادين بالسعي لخدمتهم من ناحية حفظهم وتوفير كافة شروط السلامة والوقاية، بالإضافة إلى ما يحتاجونه إن شاء الله من تسهيل كل الخدمات لجانب التربوي والعلمي. طلابنا 1450 طالب موزعين على 14 مركز. اليوم المرحلة الابتدائية اللي هي 8 مراكز، 3 مراكز بنات و5 مراكز بنين. أولياء الأمور أشادوا بالتعامل التربوي ووصفوه بالإيجابي، ولكن ثمة عقبات أخرى قد تطيح بالبعض منهم. الوقت مثلا، بعض الطلاب يعني يجون من مناطق بعيدة ما يلحقون على الوقت، فقالوا يعني الوقت بال7 بس بعد هو اي نعم، يعني في سبيل انه درجه الحراره تكون اقل حتى الطالب يجي بنشاطه بوقت مبكر، درجه الحراره لا زالت يعني منخفضه في هذا الوقت المبكر يعني من الصباح. استطاع فيروس كورونا ان يغير جميع العادات والتقاليد والانظمه مع شيء من عمليات الاغلاق والعزل، فبالرغم من تضرر البلاد من الجائحه لكنها تحاول ان تعيد روح الحياه والمستقبل بطرق وقائيه قد تساعد الطلبة مثلاً بشق طريقهم دون أن يكونوا ضحية الوباء، وهذا أصلاً يقع على عاتق الحكومة ومسؤوليتها تجاه حياتهم ونجاح خطتهم الدراسية التي ستخوض مغامرة استثنائية سيحسم أمر نجاحها أيام قلائل. ضحى عنبر، الرشيد.